Good morning, ladies and gentlemen. Today, our lecture for third year students, in which we will tackle a comparison between the characteristics of tragedy and comedy, Shakespearean tragedy and Shakespearean comedy. الإيلمنت الأول الكاركترستيك الأولى أنه دائما عندنا بتراجيديات عندنا تراجيك هيرو. طبعا هذا مثل هاملت هو has tragic flow لاك hesitation تردد. عندنا دائما صراع ما بين الخير والشر a struggle between good and evil، وهذا متمثل صراع بين هاملت وعمه كلاوديوس. هامريشيا سقوط المأساوي، يعني هنا هذا يعني التراجيك هيرو بسبب خطأ يعني عيبه الشخصي will lead to his tragic end. أيضا من يعني الأساليب أو let's say style أو techniques that used by Shakespeare in his tragedies عندنا tragic waste، دائما طلابنا عندنا دائما بالأخير غالبية الشخصيات الرئيسية تموت. عندنا external بالبلوت عندنا external and internal conflict، يعني صراع داخلي وصراع خارجي، ويعني صراع ما بين داخل الشخص نفسه وصراع ما بين ويا الآخرين. نا هاملت يصارع نفسه سواء كان يتخذ قرار بقتل عمه أو لا، وهنا صراع مع عمه external. عندنا كاثرسيس، يعني هو دائما يتم تخليص الجمهور من المشاعر السلبية من خلال مشاهد الكوميدية أو المواقف المضحكة. السوبر ناتشرال إليمنت عندنا طلابنا جوست، عندنا بهاملت، عندنا طلابنا lack of poetic justice، يعني النهاية تكون نيمسيس اللي هي طلابنا، يعني نهاية تكون غير سعيدة وغير عادلة بالنسبة للبطل. كوميك ريليف عندنا شخصيات مضحكة مثل الجريف ديجرز، أيضا مواقف هاملت مع بعض الشخصيات. أما بالنسبة للكوميدي طلابنا واللي ناخذ هذا الكورس، عندنا كوميدي is not necessarily what modern audience would expect to be comedy to be، يعني مو مثل ما يتخيلها الأشخاص العايشين بالوقت الحاضر. Whilst there are maybe some funny moments، قد تكون هناك مشاهد مضحكة. A Shakespearean comedy may involve some very dramatic storylines، قد تكون بها مواقف درامية أو يعني تسلسل درامي. Usually what defines Shakespearean's play as comedy is that it has a happy ending، دائما بالنهاية طلابنا تكون بها نهاية سعيدة. Often or often involving marriage، وغالبا تنتهي بالزواج. The main characteristics of Shakespeare's comedy are يعني الخصائص الرئيسية a struggle of young lovers to overcome problems، صراع شباب للتخلص من مشاكل. Often result of the interference of the elders، واللي تكون دائما هاي المشاكل نتيجة تدخل الكبار، يعني كبار بالسن. There is some element of separation and unification، أكو عنصر دائما هو عنصر الفراق والاتحاد، يعني مثل ما نشوف هنا فيولا وسيباستيان تفارقوا مسرحية 12 نايت وبعدين راح يتحدون. عندنا أيضا من عناصر الكاركترستكس المهمة هو mistaken identity، خلط بالهويات، يعني يشتبهون ما بين سيزاريو اللي هو فيولا متنكر وبين سيباستيان لأنهم توأم. often involving disguise، ودائما بها تنكر. a clever servant، عندنا خادم ذكي. family tension that usually resolve in the end، وتوترات عائلية تنحل بالنهاية. الحكة دائما تكون complex معقدة interweaving bloodlines، وتكون يعني الحبكة أو القصة تكون يعني مترابطة متشعبة، وهذا يسبب تعقيدها. ومن آخر الأشياء بالستايل، يعني هو عندنا infrequent use of pens and other styles of comedy، دائما استخدام التلاعب بالكلمات، احنا نقول نسميها تحشيشات،
ومن أساليب الأخرى أيضا أساليب أخرى تستخدم الكوميديا. Hope you enjoyed this video. See you in the upcoming videos.